GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مهندس أحمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net. النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في سلسلة دروس ترجمة تدريبات موقع فيديو كوبايلوت، وهنبدأ من أول واحد لغاية إن شاء الله ومستمرين معكم بإذن الله. النهاردة نتكلم على أول درس اللي هو Sky Replacement، والدرس ده فيه Tracking، فيه color correction، وفي تكنيك لفصل الراكب بتاع الدراجة الهوائية اللي انتوا اكيد شفتوا التدريب الاصلي بتاعه، غير التكنيك المستخدم في التدريب الاصلي. تعالوا ناخد اول حاجة الموتور سايكل، ولو خدنا بالنا وعملنا دبل كليك على الفوتج هنلاقي الفوتج فيها عيب. العيب ده اللي هو التقطيعة اللي موجودة زي ما انتم شايفين في راكب الدراجة، في اي حاجة فيها موشن على فكرة، الموضوع ده بيبقى عيب في الكاميرا اللي صورت. العيب ده انا كنت اتكلمت عليه في اكتر او في درس من ضمن الدروس اللي فاتت، لكن انا هقوله بسرعة. هنعمل رايت كليك، اي فوتج يجي لك فيها الحركة دي رايت كليك، انتربريت فوتج مين، وهتقول له في سيباريت فيلدز هتقول له لور فيلد فيرست. لو عملت لور فيلد فيرست وجينا عملنا اوكي هنلاقيها ظبطت بالمنظر ده. تعالوا بعد كده نقفل اللاير فيور وناخد الموتور سايكل نحطها في كومب جديده. هي محتاجه كولر كوركشن. في الكولر كوركشن مبدئيا انا ببدا بالليفلز وبعد كده بشوف لو محتاج اكمل، مش محتاج ما بكملش. وفي درس مفصل اربع اجزاء عن الكولر كوركشن بكل طرقه، هقول له ليفلز. في الليفلز انا عندي الصوره دي باهته، اول ما تشوف صوره باهته بالمنظر ده كده تعرف ان في ديد بيكسلز، يعني تعرف ان في بيكسلز ميته محتاجه انها يتعمل لها ايلومينيت من الصوره او تتشال من الصوره. تعرفها منين؟ من الليفلز. الليفلز زي ما انت شايف في ده الهايلايت بوينتر، الميد تون بوينتر، والشادو بوينتر. في فرق كبير قوي بين الهايلايت بوينتر وبين اول بيكسل فعليه في الصوره. نفس القصه في الشادوز، فرق كبير قوي بين اول بوينتر وبين اول بيكسل فعليه في الصوره. نظبط الدنيا دي ازاي؟ ناخد ده نزقه كده، الهايلايت خد حقه، وناخد ده نزقه كده، الشادوز خدت حقها. الميد تون اظبطها بقى براحتك، اغمق افتح زي ما انت تحب. ده بالنسبه للليفلز. عايز نضيف لوك، ممكن تحط كيرفس تمام بالمنظر ده كده، ممكن عايزين نحط حاجة فيها شتوي، حاجة باردة شوية، ممكن نسحب الريد دي الار جي بي، نفتح الار جي بي سنة، ممكن ناخد الريد نسحبه من الصورة شوية، ممكن الجرين نزوده سنة في الهايلايتس ونسحبه من الشادوز سنة، ممكن البلو نزوده فناخد جو بارد او كولد شوية بالشكل ده كده، الريد ممكن نسحبه كمان سنة بالمنظر ده. طب عايزين بقى نركب السما مكان السما دي. عشان نركب السما لازم نعمل موشن تراكنج. ليه هعمل موشن تراكنج؟ لان انا هاخد حاجة ثابتة اركبها مع الفيديو بحيث تبان هي والفيديو حاجة واحدة. هاجي اعمل موشن تراكنج ازاي؟ يا اما عن طريق الافتر، يا اما عن طريق كاميرا تراكر، يا اما عن طريق الموكا، يا اما عن طريق البوجو، اللي يعجبك. لكن طبعا بما اننا بنتكلم في اول درس فهنتكلم في البيزكس اللي هو الموشن تراكنج بتاع الافتر الاصلي. هاخد من ويندو، لو التراكر مش طالع لك هقول له تراكر. من تراكر طبعا تراكر ما فتحش، ليه؟ لازم اسلكت فوتج، دبل كليك افتحها في الكومب او اسف في اللاير فيور، عشان يعمل لها تراكنج لازم تبقى في اللاير فيور، واروح اقول له تراك موشن، هينزل لك التراك بوينت نمبر 1 اللي هي التراكر بوينت. طبعا عشان تعمل تراكنج لازم تكون بتنقي، طبعا ده في ده في الطريقه دي لازم تكون تنقي نقطه متباينة او الساتوريشن بتاعها عالي، ويفضل انها ما تخرجش بره الشاشة. انا بالنسبة لي هجرب البوينت دي عن البوينتس اللي هناك دي.
تمام، اخد دي مثلا واحطها عند البوينت دي كده، واشوف ازود السيرش اريا بحيث اضمن مساحة احسن او تراكنج احسن. وتعالوا نجرب نضغط تراك او انالايز فورورد بالشكل ده كده، خدت التراكنج بتاعي. بعد ما اخده اروح للاير نيو، يا اما ممكن تاخد صوره دي يا اما تاخد نال اوبجكت. طبعا ليه نال اوبجكت؟ عشان اخد احداثيات التراكنج احطها على النال اوبجكت. هقول له ايديت تارجت، هختار النال اوبجكت بتاعه، هو كده كده مختاره، هعمل اوكي. بعد كده اعمل ابلاي، فيطبق لي كل الاحداثيات دي على الاكس والواي بتوع النال اوبجكت. لو انا فتحت النال اوبجكت بالشكل ده، الاقي الكي فريمز نازله ومظبوطه عندي وتمام التمام، مفيش اي مشاكل. نقفل اللاير فيور، ولو احنا جينا عملنا كده هنلاقي ان النال اوبجكت ماشي مع المكان اللي انا كنت عامل عليه التراكنج. كل عليا ان انا اعمله هاخد السكاي احطها فوق الموتور سايكل، اكبرها بناء على حجم الديتيلز اللي انا عايزه. ممكن اخد الديتيلز دي كويسه. بعد كده اروح اعمل ماسك علشان اعمل ماسكينج او ما اخليش الصوره حاده قوي كده. اضغط اف اجيب الفيذر وازود الفيذر بالشكل ده. طبعا ازقها فوق شويه لان هتيجي على دي. طبعا دي مختلفه عن اللون ده خالص، فيستحسن ان انا اخد الاثنين دول كنترول سي او كنترول اكس واروح ل لاير نيو ادجستمنت لاير واحطهم كنترول في. وطبعا انت هتعيد ظبطها خاصه في الكيرفز، الكيرفز هو اللي ضيع الدنيا خلاص. في البلو، البلو انا عايز اسحبه من الهايلايت شويه بالشكل ده كده، واسحب منه سنه الجرين اللي انا اديتها له بالمنظر ده. طب كده السما ثابته. كل اللي عليك تعمله هتاخد السكاي دي وتقوم بالبيكويب رابطها بالنال اوبجكت. مجرد ما تعمل كده خلاص اتحرك. بس بقى يبقى عندك مشكله، شايف الاخ ده؟ شفت طلع فين؟ طبعا دي مشكله. هو في الفيديو الاصلي عمل روتوسكوبنج، يعني عمل سيلكت على السوليد دي وعمل روتوسكوب بالماسك ومشي معاه بالماسك. طب احنا نشوف طريقه احسن. تعالوا نعمل دوبليكيت ل السوليد نفسها او الفيديو نفسه، ونعمل كنترول شيفت سي بحيث نعمله بري كومبوز. ليه بري كومبوز؟ لان انا هعمل ده تراك مات مش لدي بقى، لدوبليكيت كمان من دي، بحيث ان انا هفصل الباك جراوند بتاعت مين؟ بتاعت الفيديو الاصلي. الاول مبدئيا هاخد السكاي دي احطها هنا كده خلاص. خلوا بالكم المفترض ان الوضع الطبيعي للصوره هيبقى كده. انا عملت دوبليكيت وخدت هاخدها او زي ما انتم شايفين انا ابدلت بس الترتيب، لان من الاثنين دول حصيله الاثنين دول هتبقى تفريغ للسماء ونسيب الجزء ده فقط، فده يتفصل. طب ازاي الكلام ده؟ دبل كليك عشان نفتح اللاير بتاعتنا، وناخد من ويندو افكتس اند بريسيتس، وناخد كالوراما. طبعا هي الطريقه دي على فكره بتنفع قوي لما تكون الحاجه صافيه او اللون واحد. نروح لاوت بوت سايكل واروح لرامب جراي بالمنظر ده. انا عايز اخلي ده كله اسود بالراجل ده ودي بيضة. طيب هنا الابيض وهنا فاتح. طيب احنا الاول دبل كليك ونخلي ده ابيض بيور وقدامه الناحية التانية اسود بالشكل ده كده، ونحرك الاسود لغاية ما كل حاجة تبقى سودة، ونكليك هنا كمان وناخد ابيض عشان بقى نفتح لون السماء بالمنظر ده كده، ونزق الاسود شويه عشان يقفل الدنيا بالمنظر ده، والابيض نفتحها بالشكل ده. ممكن هنا كمان نحط ابيض ولو انه مش هيأثر. طب نجرب، هل لو حطينا اسود
مش هيأثر الاسود. طيب احنا نشتغل هنا، نشتغل على دول بالشكل ده كده. عايز بس اجيب لون اسود اسود، ودي على قد ما اقدر تبقى ابيض. يعني بالمنظر ده كده احنا عملناها اسود وابيض. طبعا لو خلفتها تخلف، لكن انا عايزها زي ما كانت كده بالشكل ده. ماشي، حاجة بالمنظر ده. طبعا ممكن ان احنا نروح لليفلز، تمام، وقبل ما نطبق الكالوراما نظبط الكالر بتاعنا علشان هيساعدنا كتير قوي قوي في الموضوع، وناخد كالوراما بعده ونفتح كده الكالوراما. الدنيا اختلفت كده كده، ممكن يبقى في شغل تاني. تمام، بالمنظر ده وبالشكل ده. والله شفتوا كده ظبطت قوي ازاي. يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبطها، يعني على قد ما حاجه بالشكل ده كده. المهم تبقى ابيض والسما بيضاء، ايه اهم حاجه. بعد كده ارجع للفوتج بتاعتي بقت بالمنظر ده. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل اف 4 واخد الموتور سايكل فوتج للفيديو، اخليها لوما مات، او اعتقد هي مش لومه، هي تبقى لومه انفرتد مات بالشكل بالمنظر ده كده. بالمنظر ده فصلنا اللون او فصلنا الموتور سايكل رايدر بدون اي لوستنج لعمليه او لإديتيلز. درس خفيف سهل، اتمنى تابعوه ان شاء الله. اشوفكم في الدرس القادم. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.